يقول السائل: أنا طالب بجامعة المدينة وليس من هذا البلد الطيب، وأنا معتكف هنا في مكة وليس معي من المال، فهل علي إخراج زكاة الفطر؟ إذا كان ما معك شيء فليس عليك زكاة فطر، زكاة الفطر على المستطيع، الذي يستطيع زكاة الفطر فاضلة عن كفايته، إذا فضل عن كفايته صاع من الطعام يتصدق به للفطر، أما إذا ما فضل شيء ما معه إلا كفايته فقط من غير زيادة فليس عليه، لا تجب عليه صدقة الفطر. نعم.